صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا منة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر. يعني في حقيقة الأمر الحديث ما زال مستمر عن قمة المناخ أو مؤتمر المناخ اللي بينعقد فعالياته حاليا في شرم الشيخ، لأنه بدأ في تنظيم الأيام الموضوعية اللي بيتم من خلال هذه الأيام تخصيص كل يوم موضوع. الموضوع ده بيكون موضوع بشكل كامل للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول أيضا الخاصة بهذا الموضوع. طيب، كانت بداية الأيام الموضوعية دي امبارح كان يوم التمويل، واليوم ده بيعتبر من أهم المحاور في التكيف مع التغيرات المناخية، لأن 80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط، وهي الدول الصناعية الكبرى أو اللي حققت نهضة حقيقية بسبب الصناعة. أما الدول النامية والدول الإفريقية اللي بتعاني من تداعيات أثار تغير المناخ رغم أن هي بتستخدم فقط 3% من انبعاثات الكربون في العالم، هي الدول المتأثرة بشكل أكبر، وبالتالي الدول النامية بتحتاج إلى تمويل لزيادة الاستثمارات الخضراء والتنمية المستدامة علشان تقدر تتكيف مع تغيرات المناخ وتتجنب التأثيرات السلبية، لأن مش هيبقى فيه تكيف غير لما يكون فيه تمويل. احنا بنتكلم تكيف عشان نقدر احنا نتعامل مع يعني تغيرات المناخ تحديدا، لازم يكون عندنا مشروعات خضراء. مشروعات خضراء محتاجة ايه؟ محتاجة فلوس.